بسم الله الرحمن الرحيم. خروج مظاهرة في حي الشعار رفضا للمعابر الإنسانية اللي زعم روسيا أنه في معابر إنسانية. هي عبارة معابر إنسانية مدنية باتجاه النظام للمعتقلات، والعسكريين باتجاه مناطق إدلب بيحصروا كل شيء مقاتل في إدلب حتى يبيدوهم كلياتهم مع بعضهم، وهالشيء كل أهل حلب رافضوه. ما في شيء اسمه منطقة آمنة، يحطوهم كلهم في إدلب مشان إبادة واحدة. ذاك الوقت جميع أنواع الأسلحة المحرمة والغير محرمة بدها تستخدم ضدهم، وإن إسلام ونحن ما بنرضى هالعمل هذا نهائيا، ونحن هون بحلب صامدين وباقين بإذن الواحد الأحد.